إيمانا بالعمل الاجتماعي وإثراء لأعمال البر لخدمة المجتمع، افتتحت جمعية البر بالأحساء عددا من المراكز، ومنها مركز الفيصلية، وذلك في شهر رمضان عام 1412 للهجرة. وكانت البداية باستئجار منزل بحي اليحيى بالهفوف كمقر للمركز، وكانت خدماته تشمل 300 أسرة، واقتصرت على تقديم المؤونة الغذائية. ومع مرور السنوات تركزت أهدافه على رفع المستوى المعيشي والتعليمي والصحي والنفسي للأسر المسجلة من خلال عدد من المشاريع الإغاثية والتنموية، فيما ارتكزت رؤيته على ريادة التنمية الاجتماعية والعمل الخيري من خلال قيم المواطنة والإبداع والعدالة والشفافية. يقوم بالإشراف على أعمال وأنشطة المركز مجلس إشرافي يتم انتخابه كل 4 سنوات، وتنحصر مهامه في الإشراف والمراقبة على المشاريع وتقوية الروابط مع الداعمين. ويقوم هيكل إداري على إدارة سير العمل، يرأسه مدير تنفيذي ويضم تحت إشرافه عددا من الموظفين، إضافة إلى مجموعة من اللجان التطوعية التي يقع على عاتقها تنفيذ الأنشطة والمشاريع، ومنها اللجنة الاجتماعية، لجنة الأيتام، لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة الأنشطة والبرامج، اللجنة المالية، إضافة للقسم النسائي الذي يهتم بشؤون الأرامل والمطلقات وزوجات السجناء وتنظيم الفعاليات النسائية. تحصيل الإيرادات تأتي عبر التبرعات العينية والنقدية الواردة من أيادي المحسنين والمؤسسات والشركات والحقوق الشرعية، ويتم استقبالها إما بالحضور إلى المركز أو عبر التحويلات البنكية. ويتم تسجيل طالب الإعانة إما بتقديمه خطابا يطلب فيه المساعدة، أو تبليغ أحدا ما عنه إذا كان متعففا، وتشمل الرعاية التي يقدمها مركز الفيصلية 10 أحياء تتوزع في مدينة الهفوف. وقد بلغت الأسر المسجلة هذا العام 2022 970 أسرة، منها 120 من أسر الأيتام، يحظون بمعاملة إنسانية متميزة. خلال مسيرة الفيصلية الماضية كان هناك توسع كبير في تقديم الخدمات سواء للأسر المسجلة أو لباقي أفراد المجتمع، مما استلزم وجود مبنى يلبي كل هذه الاحتياجات ويستوعب كل هذه الأنشطة. من هنا تقدم مركز الفيصلية بطلب منحه أرضاً، فاستجابت أمانة الأحساء مشكورة بتسليمه قطعة أرض بلغت مساحتها 2500 متر، وتم الانتقال إلى المبنى الجديد بعد الانتهاء من بنائه في بداية العام 2020. وهو مكون من دورين، حيث يحوي الدور الأول مكاتب إدارية وقاعة وصالة استقبال وقسما للفرع النسائي، أما الدور الثاني فقد تم تخصيصه للاستثمار، كما يضم المبنى في أسفله مواقف للسيارات. حقق مركز الفيصلية خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 30 سنة عددا من الإنجازات، من أبرزها حصوله مرتين على وسام جمعية البر للمركز المتميز، حصوله على وسام جمعية البر للمشروع المتميز لحملات التبرع بالدم، التوسع في تنظيم البرامج التعليمية وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق الدراسي، قدرته على جمع المئات من المتطوعين والمتطوعات من أصحاب الكفاءة والتميز، نجاحه في تنظيم عدد من المبادرات التنموية التي ساهمت في إكساب العديد من الشباب والفتيات المهارات التي أهلتهم للدخول لسوق العمل، تطوير سير العمل والانتقال إلى التعامل الإلكتروني تسهيلا على المستفيدين وتقديم خدمة أفضل لهم. إن هذا الصرح الاجتماعي الماثل أمامنا لم يكن ليؤدي دوره الاجتماعي
الدولة المتابعة الحثيثة من إدارة جمعية البر بالأحساء، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء، إضافة لدعم المؤسسات والشركات وأصحاب الأيادي البيضاء. وهمة هذه السواعد السمراء التي نذرت نفسها للعمل التطوعي وإدارة الفيصلية ومجلسها الإشرافي، فلكل هؤلاء نهدي بطاقة شكر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة أبناء هذا الوطن الحبيب.